السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، جميع تلاميذ، جميع المشاهدين، جميع الأولياء، أمهات، آباء اللي راهم مشتركين معايا في هذه القناة. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، وإن شاء الله يا ربي دعوا معنا دعوا معنا دعوا معنا هذه المحنة تجوز علينا. أنا درت هذا الفيديو، حبيت ندير هذا الفيديو في دقيقة ولا دقيقة ونص برك، باش نطلب منكم، ولا بالاحرى هذا الفيديو راني حنوجهه للتلاميذ الاعزاء سنوات الرابعه متوسط. حبيتكم تكتبوا لي برك في تعليق وش راكم حابين ندير لكم مواضيع، وش راكم حابين ندير لكم فيديوهات نحضرهم لكم وننشرهم على القناه. اما بالنسبه للتلاميذ سنه اولى متوسط، سنه ثانيه متوسط، وسنه ثالثه متوسط، انتم ثاني راني ما نسيتكمش، وراني في اطار تحضير ديجا الدروس راني حطيتهم كامل، وراني في اطار تحضير حلول تمارين الكتاب، وان شاء الله باذن الله الرحمن الرحيم راح نبدا لكم مع بحاجه جديده باذن الله. واش نقول لكم احبابي، سنه اولى، سنه ثانيه، وسنه ثالثه متوسط، انتم واش عليكم واش تكتبوا في التعليق؟ اكتبوا استغفر الله العظيم اكثر، قال لك كثره الاستغفار ترفد علينا البلاء ان شاء الله. هذا واش نقول لكم، وهذا مكان. وسنه الرابعه ما تنساوش تكتبوا لي واش راكم حابين ندير لكم فيديوهات هذه الايامات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.